بسم الله. دلوقتي هعمل زون واحط جواها الإنارة الصناعية كشافات بالشكل دوت، وهبدأ احط كشاف. خليني احط هنا بالشكل دوت، اقوله كشاف مثلا على ارتفاع 2500، كشاف اهوت، وهخش هنا اخلي كشاف بالشكل دوت واعمل له موف. اقدر بعد كده ان انا اخده كوبي او اعمل له اهوت، هقول له انا عايز مثلا اغيره، مثلا هقول له نقول لي في محور الاكس مثلا 2000 بالشكل دوت، تمام. وممكن بعد كده انسخهم كده واقول له انا عايزهم كل دول، عايزهم 2000 بالشكل دوت. طيب تعالى نشوفهم كده في 3D. طيب عايز ابدا اعمل لهم بقى الاناليسيس جريد، هقول له هنا شو جريد، جريد مانجمنت، اتحكم في شكل الجريد. ممكن اعمل سيلكت على الشكل دوت واقول له اوتوكاد جريد تو اوبجكت، ده هيبقوا متقطعين حسب لو شكله مش منتظم، ابدا اسمه حاجات صغيره، هنا هيبقى كله، هنا هيبقى في 3D، اقول له خليهم الحتت صغيره كده، تمام. طيب ده اخليه على الزيرو، وهاجي اختار انا عايز اعمل كالكوليت لللايتنج ليفل، تمام. هقول له خليها اوفرول دي لايت اناليسيز للجريد، توزيع عايزه مكثف ولا يبقى خفيف، ممكن تقول له احسب لي انت، هو يحسب الافرج بتاعك، وبعد كده يحسب على الاناليسيز للجريد. فهو بيبدأ يحسب، بس هو هياخد وقت على ان انا قايله 3D، فبيحسب طبقة طبقة، وده الليجند اللي بيوضح لي معناها ايه العلامة ديت. هاجي هنا بعد كده من الداتا اند سكيل، هقول له انا عايز الكتريكال لايت، فيبدأ يظهر لي شكل اللايت هيبقى عامل ازاي، فابدأ اتحرك، ابدأ اشوف السكيل اهو، ده مثلا كل ما بتطلع كل ما بتبدأ النور يزيد بالشكل دوت. ونقدر نشوفه انيميشن، اجي هنا اقول له انا عايز اشوف الانيميشن واقول له شغل الانيميشن، فيبدا يشغل لي بالشكل دوت، وده اللاكسس الليجند بتاع اللاكس. وتقدر تقول له شوف فوليوم من 3D بالشكل دوت، شو افريج فاليو، يبدا يوريك الافريج فاليو. ممكن نغير الالوان، اجي هنا كلر واقول مثلا عايز الشكل الاول بالشكل دوت،